وفي الوقت اللي العالم كله بينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير، هذا المتحف استضاف حفل تكريم الفائزين في مسابقة الاحتفال بالتراث المصري من خلال الفن. المتحف زي ما احنا عارفين ربما بيستقبل عدد من الفعاليات على هامش افتتاحه التجريبي. المسابقة دي شارك فيها حوالي 40 مدرسة من كل أنحاء مصر، تم عرض فيها 800 قطعة فنية خلال فترة المعرض، وربما شكلت عدد كبير جدا من الاهتمام من قبل أولياء الأمور وأيضا الطلاب. خلينا نشوف اللي حصل في المتحف المصري الكبير في سياق هذا التقرير. في مشهد بيجمع بين الأصالة والتراث والحداثة، استضاف المتحف المصري الكبير ولمدة أسبوع معرض فنون المدارس تحت عنوان الاحتفال بالتراث المصري، واللي بيعرض أعمال فنية ابتكرها أكثر من 800 طالب وطالبة من 40 مدرسة من مختلف محافظات الجمهورية. المسابقة السنة دي كانت بعنوان التراث المصري وتقديمه بطريقة عصرية، والأول مرة يكون في شراكة مع المتحف المصري الكبير، وده شرف لينا إننا نكون في الصرح العظيم ده. شارك في المسابقة أكثر من 40 مدرسة وقدموا أكثر من 800 عمل فني. كانت الأعمال الفنية متقسمة لخمس فئات: الرسم، كولاج، 3D، تصوير، وديجيتال أرت. الطلبة كانوا بيستلهموا أفكارهم من التراث المصري الغني. هتلاقوا أعمال فنية مستوحاة من الفن المصري القديم والفن الشعبي من خلال نظرة الحياة المعاصرة. ومن الأعمال اللي كان ليها دور كبير في إبهار زوار المعرض هو تحويل رسومات الطلبة وأعمالهم الفنية لسجاجيد وتي شيرتس، وكان في جوائز قيمة كتير. ممكن أي حد يزور المعرض، ودي أكبر فرصة لزيارة المناطق المفتوحة في المتحف زي البهو العظيم وتمثال رمسيس والقطع الأثرية اللي حواليه. أنا ابني فاز بالمركز الأول في الـ 3D اللي هو العمل المجسم، وهي السنة دي المسابقة كانت عن التراث، فأنا كمدرس فنون يعني كان فرصة حلوة إن احنا نركز إن احنا نعمل ثقافة فنية للولاد، الفن الشعبي. حتى هتلاقي في مزيج في المعرض، في ولاد كتير خدوا استوحوا من الأمثال الشعبية، موتيفات شعبية، موتيفات مصري قديم. أنا في جريد 5 كسبان المركز الأول في كولاج، ويعني أنا مبسوطة أوي إن أنا في المتحف، ولأنا كان نفسي أوي أصلا أدخل المتحف قبل كده، بس يعني دخلت بالرسمة بقى، فهي حاجة يعني مرة في العمر. فيعني اللي هي الرسمة بتعبر اللي هي أول واحدة خالص دي اللي هو ستات البدو، هم يعني مشهورين أوي بيها. عشرات القطع الفنية واللوحات الجميلة صنعها طلاب على موهبة عالية من مراحل دراسية مختلفة، وبيتم عرضها خلال فترة المعرض اللي بيستمر حتى 24 من فبراير الحالي. هو في مدارس كتير قوي تقريبا، كويس السنة دي مدارس كتير قوي مشاركة معانا. أول مرة الحقيقة نعمل في المتحف المصري الكبير، دي كانت بصراحة يعني اكسبيرينس تحفة، والولاد كانوا مش عايزة أقول لحضرتك على كمية الفرحة اللي هم كانوا فيها، علشان إحنا هنعمل الشغل بتاعهم هيتحط في متحف المصري الكبير. والشغل بصراحة السنة دي تحفة زي ما حضرتك شايف كده، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الحس الفني فيه عالي جدا. الأفكار اللي هي اللي هم جايبينها السنة دي كمان حاجة جديدة جدا، أعمار بقى مختلفة جدا، من صغيرين لما شاء الله كبار في جريد 12. دي أول مرة أزور المتحف. المتحف الحمد لله شكله جميل جدا، الرسومات شكلها جميل، في مواهب كتيرة، وأنا شايف إن هو يتعمل في المتحف حاجة معبرة جدا عن المشروع. فكرة المشروع بتاع السنة دي إن هو تبقى يعني متقسمة بين الفن الجديد والفن يعني مثلا القديم زي ما احنا شايفين في الحاجات اللي حوالينا، فكانت فكرة كويسة انها تتعمل في المتحف هنا. حصلت العديد من الأعمال الفنية المشاركة بالمعرض على جوائز مختلفة، وحازت إعجاب لجنة التحكيم المكونة من فنانين كبار من اللجنة الممثلة للمتحف المصري الكبير. أنا في وسط الفن الشعبي وفن مصر القديم، فأخدت جزمة رسمت عليها باترنز وحطيت وشوش بنات عليها، والباترنز معظمهم شعبي ووطني. أنا رسمت الرسمة بتاعتي على ورق بالواتر كولرز، كنت عايزة أن أنا أرسم في الرسمة بتاعتي في كل الفن اللي مصر مرت بيه، فن
الشعبي وفن القبطي والإسلامي والفرعون. مشاركة في أويت كومبتيشن بتاع المعرض بتاع المتحف الكبير. أنا عملت تمثال وعملته بقى من الأول، جبت سلك وبعديها عملته على شكل الراجل، بعديها جبت فويل وغلفته، بعديها حطيت بقى الطينة عليه وشكلته، بعديها لونته. لما بشوف الشكل كده بفتكر النوبة والأقصر وأسوان وكده، وأما بسافر هناك يعني كان عندي أصلا في البيت تمثال صغير، فده جاب لي الفكرة أني ممكن أعمل حاجة كده عشان بيفكرني بالنوبة وكده. المتحف المصري الكبير بيعكس التنوع في التاريخ والثقافة المصرية، وبيقدم تجربة ممتعة للزوار بتتسم بالإبداع والمعرفة. أحمد الحسيني، صباح الخير يا مصر.